خطاب مزيان الصراحه، داكشي اللي خصو يتقال على حسب الناس خصها تلتزم بالتعقيم وتلتزم اللي ما عندوش العلاقه بالبرا خصو يلتزم بالبيت ديالو ويكون يدير مواد نظيف، مي خرج على السيطره ديال على الصحه ديالو. وشويه الشعب شويه فرط شويه في التزام ديال المواد النظيف، فرط شويه ولكن خصو يلتزم شويه، هذا هو. وشو الخطاب ديال الملك صريح، قال فيه حتى شي حاجه، اللي خطاب صريح وواقع، داكشي اللي شاف على عينيه هو اللي قالو. خطاب واجهي مزيان، خطاب مزيان، كينصح الشعب باش يدير التزام الوقايه باش ما يكونش هذا الوباء اللي انتشر بزاف. وتنطلب من الشعب المغربي كله باش يلتزم، هادشي يدير الكمامه ويتبع الكلمه اللي قال سيدنا الله ينصرو. وهادشي كنتمنى باش نتمنى الشفاء لجميع المغاربه. الخطاب الملكي في المستوى، الشعب هو اللي ماشي في المستوى، ما الملك الله ينصرو قال الحقيقه، فهمتي؟ انت بنادم ما ملتزمش بالشروط، ما كيديرش الكمامه، وكاين اللي كيقول لك هادشي كاع ما كاينش. انا العاده تيقولها ليا يدوش كيقول لك هادشي راه ما كاينش، فهمتي؟ وهذا هو المشكل ديالنا حنا. دابا حنا اللي ما ملتزمينش بسميتو، ما الحكومه دارت داكشي اللي عليها، والطباع حتى هما، والسلطه الامن حتى هما دايرين خدمتهم، حنا اللي ما دايرينش الخدمه ديالنا، فهمتي؟ والله ينصر الملك. الخطاب الملكي واضح 100%، هذا مرض واعر خصنا نلتزموا بالمرض ونديروا الكمامات ونبعدوا على بعضياتنا، هذه حاجه واضحه ماشي ماجيك عشيري، ما كاينلاش نبقاو نكذبوا على بعضياتنا. والملك راه وصل لنا واحد الرساله بان هذا المرض راه واعر، وحنا الحكومه الحمد لله راه تتورينا داك الشيء في التلفازه، وحنا ملتزمين وجدين مع هذا المرض، وتنتمناو من الله يشوف من حالنا ويبعد لنا الوباء وعاش محمد السادس. هو خاصنا نعاقموا روسنا، خاصنا نستحفظوا على روسنا مزيان، خاصنا بزاف الحوايج نقادوهم اللي غينفعونا وغينفعوا الشعب ديالنا وكل شيء. وقال اللي قالها سيدنا هي اللي كاينه، اي حاجه قالها سيدنا هي اللي كاينه. لاحظنا مع رفع الحج الصحي أن عدد المصابين تضاعف بشكل غير منطقي لأسباب عديدة، فهناك من يدعي بأن هذا الوباء غير موجود، وهناك من يعتقد بأن رفع الحجر الصحي يعني انتهاء المرض، وهناك عدد من الناس يتعاملون مع الوضع وبنوع من التهاون والتراخي غير المقبول.